تعمل الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمختلف فئات المجتمع كإحدى أوجه تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ذلك على صعيد مختلف التخصصات العلاجية مع مراعاة التواجد في أماكن التجمعات للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وتغطية المناطق النائية. الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد لاقت إشادات دولية لوجود الجمهورية الجديدة لتحقيق تغطية صحية على نطاق واسع في إطار جهودها للارتقاء بالمنظومة الصحية.